ايه يا حبيبتي؟ عجبك الغدا النهارده؟ الغدا الناجتس والفرايز مش بطال. كان نفسي اعملك طبيخ بس خفت تتعودي. قصدي يعني خفت اعوقك. شفتي نظفت الشقه ازاي النهارده؟ الشقه كانت بتبرق. ايوه كانت. ايوه ما انبهرتيش يعني. حبيبتي احنا ها مش هننام بقى؟ يعني في ايه؟ عينك توجعك؟ لا ما اقصدش. ايوه هننام، هصحى بدري. تصبح على خير. طب انا اعمل ايه يا دكتور؟ دي جابت لي اجازه اسبوع تاني وانا عمال امسح واكنس واطبخ. ده انا بغسل الكابانيهات يا دكتور، بغسل الكابانيهات. غسلت الكابانيهات؟ ايوه. وشديت السيفون؟ تصدق مش فاكر. يعني الريحه موجوده؟ احتمال. يبقى العيب لا في السيفون ولا في الكابانيه، العيب في اللي عمل اللي عامله في الكابانيه. وانا لو استمريت على الحاله دي مش بعيد احمل واولد. أنا شامم ريحة مؤامرة غريبة عاملاها ست مراتك بالاتفاق مع سيدات الحي كلهم. طب تفتكر إيه الخطة اللي متزعماها إنجي مع بقية الستات دي يا دكتور؟ عشان تذلك وتوريك المجهود اللي بيتعمل في تربية الأولاد. طب أنا أعمل إيه بقى عشان أرد على الخطة دي؟ أسيب البيت يضرب يقلب وأضرب كرسي في الكلوب؟ المسائل الزي دي اللي فيها مشاكل كابلز لازم تعالج بطريقة حساسة سنستيف. ايوه يعني وات كان وي دو ناو؟ اسيب البيت واروح اغضب عند امي؟ لا هتروح لامك الله يرحمها، امك ماتت، ممكن تروح تغضب تصحى تاني الولية تعمل لنا مشاكل. صح. انت خليك ساكت. يلا طب صح. انا هقول لكم على فكرة جهنمية. قول ايه هي؟ استعبط واعمل عبيط. وريني العبيط ازاي كده؟ لا ده كده اهبل عبيط اهو. لوفلي. احساس جميل جدا ان الواحده تحس انها هي اللي بتمشي المركب. احساس التحكم. ياه ده الرجاله كانوا محتكرين شعور حلو قوي. بس على مين؟ ده احنا كيدنا عظيم. اخيرا الواحده تحس بالمساواه الحقيقيه. والأجمل من كده إن الواحدة تحس إنها صاحبة دعوة بدأت تنتشر بين الستات، ولا انتشار السجاير الإلكترونية في المجتمعات الراقية. ستات تعرفيهم وستات ما تعرفيهمش. إيه إيه كنت فين يا محرر العبيد؟ كنت في المطبعة بطمن على الطبعة التالتة. يا سلام، وإيه الأداء الرومانسي ده؟ مش عارفة حبيبتي إيه؟ مقالتي نزلت في الثلاث طبعات وزمانها دلوقتي وصلت لكل ستات مصر. يخرب عقلك يا انجي، برضه صممت تطبعيها؟ احنا مش قلنا دي هتبقى بيننا وبين بعضينا احنا بس؟ معلش ما قدرتش. انت عارفه الدال على الخير كفاعل. صباح الخير يا اساتذه. صباح النور. ما حدش شاف الاستاذ جميل النهارده؟ استاذ جميل هو لسه ما جاش؟ احنا بقينا بعد الظهر، ده عمره ما عملها. يبقى الخبر سليم، اصل في تسريبات من مديرة مكتبه انه اتصل وخد اجازة عارضة. اجازة عارضة؟ استاذ جميل؟ اهي دي اغرب، الراجل ده ما خدش اي اجازات من ساعة تقريبا ما كنا تحت التدريب. احنا طب واحنا هنحير نفسنا ليه نتصل بيه في التليفون؟ موبايله مقفول، اتصل خد اجازة والموبايل اتقفل من ساعتها، وبيقولوا كمان انه في قلق بينه وبين مراته. مراته؟ ما دام اعتصام؟ مش ممكن. ست غلبانه وعلى نياتها، عمره ما اشتكى منها لدرجه اني افتكرت انه طلقها.
تكونش معقولة؟ معقولة تكون دعوتك وصلت لزايد وستة اكتوبر؟ دعوت ايه؟ دعوت ايه ها؟ دعوت ايه؟ لا ابدا ابدا، اصل طول عمري بدعيله بدعيله ربنا يسترها معاه. طبعا سترها، ده سترها على الاخر اتسطر. طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ عايز امضي الورقتين دول، والاستاذ جميل خد اجازه، وعلي خد اجازه، حتى الاستاذ سماعين ما شفتوش النهارده، والاستاذ احمد فاروق ما جاش ولا شادي جه. طب هي فرقه وجت الرجاله ولا ايه؟ وانت ايه اللي جابك انت اصلا؟ انا عارف بقى. يا قادرة. استهلجي استهلجي، خصيمك النبي خصيمك النبي، السيدة في ضهرك لا تلحقيني. خير يا شعبان؟ في ايه؟ هبة هبة حبيبتي، هبة حبيبتي. هبة جرالها حاجة؟ انا اللي جرالي، انا اللي جرالي. اهدى اهدى بس، وغوشتني في ايه؟ معرفش، ايه بموجة قلبي بموجة قلبي. اهدى بس، ما تفرجش عليك الناس في ايه يا معلم؟ مش عارف ابتدي منين. ايه بقى حبيبتي سايبة البيت بقالها يومين. بص عليك يا معلم، انت اكيد زعلتها. والختمة الشريفة ما كلمتها ولا زعلتها ولا قربت لها. امال ايه بس، ايه اللي حصل؟ معرفش، من يومين خرجت قالت لي انا رايحة ميتنج مع صحباتي. رايحة ايه؟ ميتنج. ميتنج مع صحباتي، وبعدين رجعت راكبه 600 عفريت. طيب ايوه، من يومين. من يومين؟ ايوه من يومين. في حدود الساعه 3 الظهر كده بالظبط. انت كنت معاها لما كانت لابسه الفستان البيستاش والبوليرو الاخضر؟ تمام. وكانت لما شعرها وعامله قطتين؟ مظبوط. ولا شفتها خالص؟ هي قالت لك حاجه؟ هي لحقت، ده انا يا دوب بقول لها مساء الخير، راحت لفحاني بالقلم وقالت لي كمان ليك عين تقول مساء الخير، وراحت لما هدومها وراحت ماشيه. ايه بقى حبيبتي، ايه بقى حبيبتي، اقول لي مين هبه انا دلوقتي؟ حرام يا معلم، انا ما كنتش عارفه انك بتحب هبه قوي كده، صعبت عليا. مش مساله حب، مش مساله حب يا ستانجي. يبقى اكيد عشان مش قادر على شغل البيت بعد ما مدت الشغاله اجازه واتدبست انت. ها؟ وانت عرفتي منين ان هي ادت الشغاله اجازه؟ ها؟ عرفتي منين ان هي ادت الشغاله اجازه قبل ما تمشي؟ اتيتيودك اتيتيودك اتيتيود واحد شغلته راحت اجازه، باين عليك اهو باين. يا ستينجي انا راجل كسيب، وبدل ما اجيب الشغاله اجيب ثلاثه. بجد؟ منين والنبي منين؟ ده انا مشغل الواد حود عندي مرمطون، يكنس ويمسح ويطبخ ويعمل كل حاجه. ولا حوده خد يا. لا يا معلم. اطلع ياد قدامي امشي. حاضر يا معلم. البال خير كل ده؟ طيب طب انت ليه متشحتف على هبه قوي كده يا محل؟ ايه بقى حبيبتي، مش مساله كده بس، دي هي مشيت وخدت الباسورد بتاعت الكمبيوتر بتاعي، مش عارف افتحه. الباسورد وكمبيوتر؟ كتير بيه كتير. ليه حق تسيبه بصراحه؟ ده صعب قوي صعب. ايه بقى.